طب في حلم كنت حلمت ان جوزي كان جنبه حلة لحمة كبيرة هي مستوية وهو قاعد يقطع فيها، تمام تمام بس حلو، ده حلو. جوزك عنده فلوس كتير يا هبة. معاه فلوس، محوش فلوس كتير يا هبة، عامل فلوس كتير يعني ما شاء الله. اللحمة دي حبيبتي رزق رزق، بس خلي بالك هو ممكن يكون مخبي الحلة وراك من وراك. ما تقلقيش يا هبة، اللحمة المستوية في الرؤية حلوة والله، مش حاجة وحشة. ماشي، فهي حلوة قوي قوي اللحمة دي يا جماعة، يعني معناها خير ورزق، لان طبعا ايه، بس بعد شقاء هو تعب في الرزق ده، لان اللحمه بطبيعتها بتبقى حاجه يعني محتاجه. احنا قبل كده اتكلمنا ممكن في حلقات قبل كده عن اللحمه وسواها والنار، وبتاخد غلبه وبتاخد مجهود، فاللحمه من الحاجات اللي هي نقدر نقول عمل هو تعب فيه واثبت كفاءه، وبدا ياخد الفلوس دي بقى ايه زي ما بيقولوا بيظبط يعني. فيا هبه يعني دوري كده انكشي، هتلاقي حاجه تحت المرتبه هنا او هنا، ما تقلقيش.